هيعوز اولادك احسن انتي. فيطلعوا شغالين بقى الايام دي. على العموم الام الانانيه وجاب بوست انتشر انا شفته تقريبا عامل مش عارفه 200,000 شير. اوعي اولادك وانت نايمه يجوا يصحوكي. ما تاكليش فضلات اللي مش عارفه ايه. حاجات حلوه صحيح وبتحصل. لا لازم يعرفوا مش كمان هنشتغل على الامومه؟ كمان هنشتغل على الفطره اللي قال اللي الام ذات نفسها هي ايه؟ غير لما تقعي في مشكله ولا تقعي في كارثه ولا تقعي ماما ادعي لي ماما انت مش ده بيحصل؟ اذا كانت ماما دي بقى انانيه ولنفسها لا ضير انك تحط حدود والكلام ده وتخلي بالك من نفسك بس ابدا ما يشيلوا الامر اللي انت مميزه بيه كامراه ام. مين هيحن على اولادك اكتر مني؟ مين عايز اولادك افضل مكانه وافضل وافضل بعينك تشوفهم افضل من نفسك الا انت؟ اوعوا تدخلوا على الدور ده، اوعوا تروحوا للثعبان اللي عمال يلف على عقل المراه والبنات بحاجات والاسترونج والاندماج. يا حبيبتي يا دي الهنا ويا دي المنى اما نبقى ناجحين وفي بيوتنا ومعانا اولادنا ونعم وناجحين في جد ادام انت قادره. لكن اميل الميزان اوقع ركن اساسي محدش هيقوم بغيري ومين يوجعك؟ ده ناقص ده ناقص صح ولا لا؟ مين يوجع قلبك لما تشوفي عيالك كان ممكن تعملي كذا بس كنت ملهيه؟ تحول الاهتمام انا اللي يعنيني المرأة اكبر ناقوس خطر في العلاقه غلط اكبر غلط.